معلم هي منصة رقمية ذكية موجهة للتلاميذ في الطورين المتوسط والثانوي. هذه المنصة التي أنجزتها مؤسسة ناشئة تعكس اهتمام الشباب بالمشاريع المستقبلية وتجاوبهم مع التحول الرقمي الذي تعمل عليه الجزائر. منصة تعليمية مبنية على الذكاء الاصطناعي تقدر تشخص مستوى كل تلميذ والنقائص تاع كل تلميذ، وبيان سور تكون عنده كل تلميذ يكون عنده متابعة تشخيصية من عند المعلم الافتراضي، أنه التلميذ يقدر كي يلحق للدار يعاود يراجع الدرس تاعو مع معلم افتراضي، يعاود يحل الكويز تاعو، يحل لي زيكزارسيس ديالو. الطبعة الأولى للقمة الإفريقية للرقمنة سانحة مكنت التعريف بما تسخر به الجزائر من طاقات لمواكبة عالم الرقمنة. هذه المحطة ستمكن المؤسسات الناشئة ببلادنا من إبرام اتفاقيات مع مؤسسات إفريقية في عالم الديجيتال. احنا كتجمع جزائري في الناشطين في الرقميات نريد أن نضع الجزائر في المجال الرقمي كقبلة إفريقيا للرقمنة، لذلك اليوم نظمنا الطبعة الأولى للقمة الإفريقية الرقمية. راح يكون فيها بي تو بي، يعني علاقات بين محاولة إنشاء علاقات بين شركات جزائرية وشركات إفريقية اليوم على هامش هذه القمة، يعني عدة نشاطات راح تهم الجانب الرقمي، راح تهم الشركات الجزائرية العاملة الناشطة في المجال الرقمي، وراح تهم الخبراء الذين يعملون في المجال الرقمي في الجزائر. التحول الرقمي وتطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية وبحث تحديات الأمن السيبرياني في إفريقيا هي كلها محاور ستكون في صلب ورشات العمل للمشاركين الدوليين في القمة الرقمية الإفريقية بالجزائر.